حبيبي عارفة كتير بتقوله، يعني ليه دايما الأكلة دي مكرراها كتير قوي، بس أتحداكم إن كل فيديو بتكون طريقته مختلفة عن الطريقة التانية. أنا بحب إن أنا لما بقدمها لبيتي وأهل بيتي بالشكل ده، والله العظيم بجد. أنا مش مثلا عشان عاملة أكل في بيتي ومش في الضيوف أو كده إن أنا أعملها أي كلام، لأ. يعني اهل بيتك دول لازم تطلعي لهم احسن حاجه، واحسن كمان من اللي انت هتقدميه للناس اللي جايه هتستقبليهم او كده. فانا بقدمها بكذا شكل، بحاول اديكي فكره، بحاول اغير مثلا في طريقه الجمبري المقلي، بحاول اغير في الحبار، بحاول اغير الكبسه، بعملها بكذا طريقه. هسيب لكم كل اللينكات للفيديوهات اللي انا عملتها في صندوق الوصف. مكررتش الطريقه دي معاكم لانها متكرره كتير باشكال مختلفه، بطريقه بسيطه جدا. لو انت اول مره تخشي المطبخ وحابه انك تعمليها، هتعمليها ببساطه جدا جدا، وزوقي باي شكل انت ممكن تحبيه. الملوخيه دي عايزه لها فيديو لوحده، لان انا عاملاها بجد ملوخيه الجمبري، عاملاها بطريقه وبتركه خطيره، هتعجبك جدا جدا. وبصراحه ما حدش عملها قبل كده، بس دي انا يعني بختص نفسي بيها، ان انا فعلا الوحيده اللي بعمل ملوخيه الجمبري بالطريقه دي. شايفين شكل الجمبري وجماله؟ انا هوريكم شويه صور كده. خدتها للاكل برضو علشان خاطر انت ممكن بديكي فكره ازاي توصي الجمبري، ازاي تقدميه بشكل كويس، ازاي تقدمي الكبسه كبسه الجمبري بشكل كويس. الحبار هنا ساعات بعمله تخين زي ما انتم شايفينه، ساعات بعمله رفيع. افكار كتير قوي هتلاقيها معايا في القناه، انا القناه بتاعتي متنوعه في كل حاجه، ان شاء الله هتعجبك بامر الله. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير واشترك في القناه.